الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور الحق مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم. في الحلقة الماضية مولانا من نور الحق تكلمنا عن تعدد الزوجات، وكنا وصلنا مع فضيلتك في نهاية الحلقة عن الشروط التي يمكن للزوجة أن تضعها في عقد الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا، يجوز للمرأة أن تشترط في العقد شروطا، وهذا عند الأئمة وفي الحديث أولى ما وفيتم من شرط استحللتم به الفروج. ولذلك فهناك في عقد الزواج شروط، من ضمن هذه الشروط أن تشترط عليه ألا يتزوج بغيرها وإلا كان لها حق تطليق نفسها. من ضمن هذه الشروط أن لها حق التطليق متى شاءت، متى شاءت أو كلما شاءت، لو بيسموه العصمة يا سيد، كلما شاءت يكون لها الحق في مرات، عدة متى مرات. شاءت يكون لها الحق في مرات واحدة. دقة اللفظ يعني، ما شاء الله. يعني هي لو أنها طلقت نفسها منه فأرجعها، هو يجوز له أن يرجعها في العدة. أي. إذا كانت كاتبة متى، خلاص نفد ما طلقت هو ردها والموضوع انتهى ولكن حسب الطلق. إذا كتبت كلما، فيجوز لها أن تطلق نفسها مرة ثانية، فإذا أرجعها يجوز لها أن تطلق نفسها مرة ثالثة، وبذلك تتم عدد الطلقات، ولا يكون له الحق في إرجاعها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وتمضي عدتها منه، ثم يجوز له أن يراجع. إذن فالمرأة التي تريد ألا يرجعها زوجها أو ألا يستعمل حقه في الإرجاع تكتب كلما شاءت، كلما شاءت، وليس متى شاءت. متى شاءت يبقى متى شاءت تطلق، مرة انتهى واحد. الأمر صحيح. خلاص طلقت ونفذت. يعني إذن الشرط الزوجة اللي عايزة تشترط العصمة تكون في إيدها وتطلق نفسها عدة مرات، ما تقولش متى شاءت بقى وهي في العقد، كلما شاءت. هو كلمة العصمة في يدها هذه كلمة يعني غير فقهية وغير دقيقة، وسببت لبسا يعني مضحكا خاصة في الأفلام المصرية. يقولها طلقيني بقى يعني هو يتصور أن العصمة في يدها فليست له حق الطلاق. تقريبا في كل الأفلام المصرية من سنة 24 وإلى وقتنا هذا، هذا الفهم الخاطئ المضحك المخالف للشريعة موجود في كل الأفلام، ولا أعرف سبب ذلك. يعني هل يعني كاتب السيناريست أو المؤلف أو كاتب السيناريو أو المؤلف أو صاحب الحوار أو حتى المخرج أو الممثل لا يعرفون هذا، أنه أو أنهم يفعلونه على سبيل المزحة أو كذا إلى آخره والسخرية، لا أعرف. لكن الحقيقة أن هذا خطأ بليغ ينبغي أن ننبه الناس إليه. ليس هناك عندما تكون المرأة مع حق التطليق لا يحرم هذا الرجل من التطليق. يعني زي فضلتك مولانا أنه اللي عامل توكيل لواحد ببيع السيارة، هو ممكن يبيعها بالتوكيل وأنا ممكن أبيعها لأنها صاحب عربيتي أصلا، سيارتي. ولذلك يسمون هذا التفويض، التفويض، أنه فوضها في الطلاق، كأنه وكلها في الطلاق، فهي نائبة عنه في التطليق، سمح لها بهذا الأمر. ولكن هذا توكيل لا ينفع فيه الإلغاء والرجوع. نرجع مرة أخرى إلى الشروط، يجوز عمل الشروط. وفي الوضع الحالي في مصر فعلا وثيقة الزواج فيها مساحة لكتابة الشروط. كثير جدا من الناس لا يكتبون الشروط من أجل العرف والعادة، أنه يعني نحن داخلين في حياة هنشترط إيه. كأنه من العيب أننا نكتب شروط. الزواج أعلى كثيرا جدا من
الشروط والمنازعة وكذا إلى آخره. لكن مع تعقد أحوال العصر فإنه يعني إذا كانت المرأة تحتاج إلى هذا، في نساء يحتاجن إلى معاملة خاصة ولا تعرف إذا كان هذا الرجل التي سوف تتزوجه يعني فيه هذه الصفات أو ليست فيه هذه الصفات، فنحن ننصح بناتنا أنهم يشترطون هذا الشرط لأنه لا يخالف الشريعة ويحقق لهم المصالح عند النزاع لا قدر الله. فهذا هو جانب الشروط في الزواج. الحقيقة أنه شاع في عصرنا الاستهانة بالزواج. شاع في عصرنا الاستهانة بالزواج. وجدنا أن نسبة الطلاق بدأت تزيد. نسبة الطلاق عبر الأيام والعصور كانت لا تزيد عن 13%. يعني لو فرضنا أن في 500,000 حالة زواج في السنة، فإنه حالات الطلاق في هذه السنة لا تزيد عن 13% من 500,000 حالة دول. أي. مثلا يعني لو كان 100,000 يبقى في 13,000 حالة طلاق من 100,000. النهاردة تغيرت هذه الإحصاءات لتصل إلى أرقام مخيفة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى مراجعة، حيث بلغت النسبة إلى 40%. 40% من كل 100 زيجة في 40 بيتطلقوا، بيتبقى 60 بس. بيتبقى 60. 13 كان الطلاق عادي. الطلاق له أسباب كثيرة، والخلاف ما بين الزوجين واحتدام النزاع بينهما له أسباب كثيرة، لكن يصل إلى 40 هذه تصبح يعني تحولت من مشكلة إلى ظاهرة اجتماعية، وده يرتب مشكلات كثيرة جدا لما يتحول الانفصال والطلاق إلى ظاهرة، وهذا مصيبة كبرى يجب علينا أن نبحث أسبابها وأن نعمل على لم شمل الأسرة مرة ثانية. وكون أن 13 تتحرك إلى 15 ولا إلى 17 يعني ها يبقى في المعقول قريبة، ونقول أنه العصر وتعقيداته وسرعته واتصالاته ومواصلاته وقيمه وشيوعه قد أثر، لكن 40% هذا مبلغ ضخم كبير. الملاحظة الثانية أن هذه 40% من الشباب والشابات حديثي الزواج، بعضهم ما بيكملش شهرين وتلاتة، كثير منهم ما بيكملش سنة، ودي عملية غريبة جدا، ولكن يعني لابد من الوقوف عند أسبابها. ومن الأسباب العامة من غير دراسة يعني من الحالات التي عرضت علينا، وجدنا أن الشباب الرجل لم يعد يعلم يقينا صفات الرجولة. يعني الرجل ده إيه هو الرجل ده، والمرأة لم تعد تعلم على جهة اليقين صفات الأنوثة، وأصبح هناك نزاع في المسلمات، ولم يعد هناك أصول مرجع إليها. يعني كان زمان يقولك ما يصحش نعمل كذا، يصح نعمل كذا، يعني في أصول مرجع إليها. أصبح الآن شيء غريب جدا أضيف إلى أسباب الطلاق العادية. كانت أسباب الطلاق العادية تدخل الأهل، كانت أسباب الطلاق العادية قلة ذات اليد وضيق النفقة، كانت مالية. أسباب من أسبابها عدم توائم الطباع. يعني هي عايزة تنام لغاية الظهر وهو لا بيصحى الفجر. كان من ضمن هذه الأسباب
قضية عدم الكفاءة الدينية، واحد منهم متدين والتاني مش متدين فيعمل نزاع يصل به إلى حد الطلاق، يعني أسباب يعني معقولة منطقية منطقية كانت من أسباب هذا عدم التكافؤ أو التلاؤم أو التوافق الجنسي، أسباب معقولة للانفصال. لكن النهاردة أصبح 27% اللي زادوا دول مش من الأسباب دي، أسباب تانية خالص جديدة يعني. أسباب جديدة وفيها أن الرجل والمرأة لم يعودا مدركين لأدوارهما، إيه دور الرجل في الأسرة وإيه دور المرأة. يبدو أن احنا محتاجين مرة تانية نتكلم عن دور الرجل ودور المرأة في الأسرة. ممكن نتكلم عنها يا مولانا في الجزء الثاني من الحلقة بعد إن شاء الفاصل. الله فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. يا نور الحق نور لي طريقي، أشوف السكة والمشوار يبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم نور الحق مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. مولانا احنا قبل ما نطلع الفاصل وصلنا الى ان اسباب الطلاق كان في حوالي 6 أو 7 اسباب معقولة، انما في المجتمع دلوقتي بقى في اسباب طلاق غير متوقعة او غير معقولة، اللي هي ايه مولانا؟ من ضمنها طبيعة العصر. اي العصر اصبح يعني اكثر سرعة، وفي بعض الأحيان تكون هذه السرعة أكثر من طاقة الإنسان وطبيعة الزواج. طبيعة الزواج تحتاج إلى هدوء واستقرار، وتحتاج إلى مزيد من التفاهم، وتحتاج إلى الحب، وتحتاج فمش فاضي يحب، مش فاضي يحب، وراه مشاغل، وراه يعني تحصيل لقمة العيش والضغوط الحياتية المستمرة، هو مش فاضي يحب. والزواج ده مبني على الحب، صحيح. مش ما هوش مبني على أمور ميكانيكية أو آلية، مبني على المرأة عايزة تشعر بالحنان والأمان، وده دور الرجل انه يشعرها بالحنان والامان. في بعض الاحيان الرجل نفسه ليس شاعرا بالحنان والامان، فكيف ان يكون فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي هو الحنان والامان وهو اصلا لا هو حاسس بالحنان ولا هو حاسس بالامان. الرجل ايضا من ضمن هذه القضية تراه مثلا حيران في بعض القيم. هناك فرق ما بين المساواة والتساوي، احنا بندعو الى المساواة بين الحاكم والمحكوم، بين الغني والفقير، بين الرجل والمرأة، بين هكذا، بين رب العمل والعامل، مساواة. والمساواة هذه موجودة في أصل الدين في الخطاب، فربنا خاطب الرجال والنساء على حد سواء، كلف كل منهما، سيحاسب كل منهما. في عقائد تقول أن المرأة لا تحاسب، زي الحيوانات. لا، الإسلام ما قالش كده، الإسلام بيقول أن الاثنين اسمهم إنسان، بس ده ذكر وده أنثى، والاثنين مكلفين، والاثنين لهم الأجر والثواب عند الله، والاثنين يجب عليهم الصلاة والصيام، ويسن لهم الذكر، وينبغي عليهم أن يبتعد عن المعصية إلى آخره. فدي مساواة. لكن التساوي فكرة جديدة، ليست هي فيها مساواة بقى، ده في تساوي، والتساوي ضد الخلقة. يعني الراجل يساوي المرأة، الاثنين نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس كل حاجة. فكرة التساوي دفعت بعضهم في بعض الجامعات الأمريكية إلى أنهم يخلوا دورة المياه
للرجال والنساء واحد مشتركة يعني مشتركة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكرة التساوي خلت وإحنا بنملى البطاقة بتاعت الدخول يقول لك أنت ميل ولا فيميل إم ولا إف يعني ذكر ولا أنثى. قالوا لا شالوها. فكرة التساوي دفعت صناعة ضخمة جدا، فدفعت المرأة إلى لعب كرة القدم وكمال الأجسام. أيوة صح. فتلاقي هرمونات ذكورة عشان إنه العضلات ابتدت تتربى وجسمها بقى كله عضلات يعني. وفكرة التساوي دي حيرت الاتنين، لا حول ولا قوة، حيرت الرجل وحيرت المرأة. جميل. فممكن من وسائل الإعلام والاتصال وإن العالم كله يعيش في قرية واحدة يشعر الرجل دون أن يعني يفكر ودون أن يعترض ودون أن خلاص استقر في ذهنه أنه هو والبنت في تساوي. أيوه. إحنا بنقول في مساواة في الحقوق في الواجبات في التكليف، ولكن في اختلاف في الأدوار وفي اختلاف في الطبائع الجسدية وفي اختلاف في المراكز القانونية، ولذلك عندنا البنت بتاخد نص أخوها في الميراث. هو لا، هو عايز التساوي، ولذلك هو بعد التساوي ده بيستغرب هي البنت ليه بتاخد النص. أيوة، لأن الرجل مكلف بمراكز قانونية فيها النفقة، يدفع النفقة، فيها المهر، فيها القيام بالأسرة، لأنه هو الجاهز لتحصيل الرزق طول النهار والليل. والسبب في كده أنه ما بيحملش، فيستطيع أنه يروح يتنطط فوق الشجرة ويجيب لنا صباطة الموز علشان العيال تاكل، لكن هي بتحمل، والحمل هي حملتهم وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، ولذلك ما تقدرش تتحرك طول الوقت. تقدر تتحرك عندما يكون هناك قدرة لهذه الحركة. ففي مساواة في الحقوق والواجبات والتكاليف، لكن ما فيش تساوي. فلما أقر في أذهانهم أنه لا ده في تساوي، ضحكوا عليهم وقالوا بقت المركب ليها ريسين، هي البيت الزوجية يعني. بقى المركب فيها ريسين أو محاولة ريسين، أو من جوه رفضين أنه يكون فيه ريس واحد. جميل. ومن هنا كان ده سبب كبير جدا، لأن الراجل مش فاهم راجل يعني إيه، ولا الست فاهمة ست يعني إيه. فالنقار والخداء والشجار طول النهار يذهب وهج الحب. الاتنين كانوا بيحبوا بعض، لكن لما دخلنا بقى فجه سؤال في حاجة اسمها الأعمال النمطية للمرأة. المرأة بتطبخ، والمرأة بتغسل وتنظف البيت، ويقول لك لمسة المرأة، لمسة المرأة أنك تدخل البيت تلاقي ريحته حلوة، وإنه هو نظيف، وإنه هو منظم، وإنه هو مرتب، ماشية الأمور. وتروح يعمل الراجل يسلق له بيضة ولا حاجة يتلسع، والمية تتكب عليه وحاجات كده، لأنه مش متعود. قال له ما تتعود، أنا مالي أنك أنت مش هطبخ لك، أنا مالي، أنا مالي يعني ما تتعود، ما روح اطبخ واغسل وكده. وابتدت الأمور تاخد منحة تاني. طب مين اللي يحمل؟ ما هو مش هينفع على المرأة اللي متحمل. طب وليه تعين الموت وهي بتولد؟ طب ليه ترضع وتفقد جمالها؟ طيب الواد بيعيط، مين المسؤول عن عياطه بقى وعن إسكاته؟ تقول لزوجها قوم انت هديه، انا ماليش دعوه، انا طيب شغل بس ده عايز يرضع. وانا مش عارف ارضعه. وحتى الام ليها مكان انها تاخد الطفل في حضنها، والحضن ده بيؤثر في نفسية هذا الطفل. المهم في حيرة، في حيرة. الناس بقت محتارة، هو أنا علي إيه ومش علي إيه، وينبغي أن أنا أساعد في إيه، وهكذا. وبدأت المفاهيم الدينية تختلط مع المفاهيم الطبيعية. يقولك كان النبي في مهنة أهلي يا أخي، يبقى مطبخ واغسل واعمل وكذا. طيب ده جانب، لكن في جانب تاني
طيب هو مين اللي عليه الإنفاق؟ طيب اتلخبطت الحكاية. فبقت المرأة متعلمة، وبقت المرأة، وده أنا ما بدعوش إلى عدم تعليم المرأة، ده أنا بشرح سبب اللي حصل إيه، وكيف أن احنا تعاملنا معاه بصورة أقل جدية مما كان ينبغي أن يكون، ولذلك نشأت 27% زيادة على 13% طلاق، بقى 40%. فأنا مش بقول أن المرأة لا تتعلم ولا تعمل ولا كده، لكن بقول أن هناك مفاهيم شاعت وأوضاع شاعت جعلت الرجل والمرأة على حد سواء محتارين. واجب علينا بقى أن احنا نفصل بين القوات بالشكل ده، ونشوف ونقول لهم يا جماعة الرجل ما تنسوش في خضم الدعوة إلى المساواة أننا ندعو إلى عدم التساوي. يعني خلينا نرجع مرة تانية ونقول نحن ندعو إلى المساواة مش إلى التساوي، وهنا سيبرز ما يسمى بمفهوم القوامة. فالرجل قوام على المرأة، لأنه لازم أي مجموعة بشرية يكون لها قيادة، وما يكونش لها قيادتين وإلا تتشتت. ولازم نربي البنات على إنها في حاجة اسمها طاعة الزوج زي ما في حاجة اسمها طاعة الأب للولد والبنت، وإنه لما هتنشأ أسرة هيبقى الرجل هو القائد المسؤول اللي هيشاور واللي هيشارك واللي هينفق واللي هيبذل مهجة حياته لأسرته، وأن المرأة تكون نعمة المرأة في بيت زوجها، فهي مسؤولة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، وأنه في مفهوم القوامة، وأن الولاد بقى اللي هيجوا عليهم بر الوالدين مش بر والد واحد، وعليهم مصاحبة الوالدين مش مصاحبة والد واحد، وأنه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ده كمان هنا بقت الحنية والتربية والعطف ولفت نظر الأولاد للأم أكتر من الأب، لأن الأب قد يكون في بعض المجتمعات خيره ظاهر، هو اللي بيجيب الحاجة وهو اللي بينفق، وهو الأم خيرها فين بقى؟ ما هو ما شافش روحه هو جنين في بطن أمه، ولا ما قاست أمه في حمله، ما شافش روحه وهي بتولده وبتعين الموت، ما شافش روحه هو بيقرفها لمدة 6-7 سنين، ما شافش روحه كله ده، وما شافهاش وما شافش اللي فيها. فالنبي عليه السلام بينبهنا بيقول لنا لا، خلي بالك من أمك، وبعدين ثم أمك، اوعى تنسى لأنك ما شفتش، قد تكون شفت أبوك فترتبط لي بيه، لكن لا، ده أنت ما تنساش أبوك. هنا هيحدث بقى الطاعة مش من الزوج للزوجة، لا، ده من الأولاد للوالدين. فإذن دي مفاهيم ينبغي أن ترجع مرة أخرى، وإن كانت قد تكون بالنسبة لبعض الناس بدهية، يقول الله ما احنا تربينا على كده وإحنا ماشيين كده، أنتوا لكن الأجيال اللي جاية اختلفت من أولادكم اللي تأثروا بكل حاجة، تأثروا بالتعليم وتأثروا بالإعلام وتأثروا بالمفاهيم العصرية الجديدة، وتأثروا بواقع الحياة وضغوطه، وتأثروا بالأحوال المحيطة والرغبات والانطباعات، كل واحد بقى عنده رغبات والرغبات لا تنتهي. وقت الحلقة مضى يا مولانا، احنا كنا عايزين نحل مشكلة تعدد زوجات، اكتشفنا انه في حالة فردية احادية بين زوج وزوجة 40% بيتطلقوا. نعم. انما احنا عايزين يا مولانا بعد اذن فضلتك في الحلقة الجاية في عجالة هنجاوب على جزء من تعدد الزوجات، وبعدين نتكلم عن الزواج العرفي بعد اذن فضلتك ان شاء الله. الى ذلك الحين اسمحوا لنا نشكر فضيلة الامام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية على هذا العلم وعلى هذا الوقت، وإن شاء الله على وعد بلقاء مع فضيلته في حلقات قادمة من برنامجكم نور الحق. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.